أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وأطعموا الطعام. حبنا لأهل بيت النبي في مصر هنا علمنا كده، نروح عند المشايخ ليل ونهار نلاقي موائد أهل البيت وموائد أهل الكرم وموائد أهل المشايخ وموائد المقامات وأهل المقامات ممدودة. وده سر من أسرار ستر هذا البلد التي تحب أهل البيت بوسطية، زي ما قلنا قبل كده أننا نحب أهل البيت ولسنا شيعة، ونقيم السنة ولم يتطرف فينا واحد. مصر حالها كده، تحب أهل البيت باعتدال وتعلموا من حب أهل البيت إكرام الجار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، وهو بيت شبعان، أن يبات شبعان وجاره جائع. هذا من متناقضات الكمال في الإيمان، إن سيادتك واكل وشارب ومبسوط وعارف ومطمئن إن جارك اللي جنبك. سيدنا علي زين العابدين رضي الله عنه كان عامل لنفسه مسؤولية محدش فرضها عليه، من مسؤولياته أنه كان يعول كل أيتام المدينة المنورة. إحنا كلنا تعلمنا الكسل، إن لابد إن الدولة هي اللي تكرم الأيتام وتكرم ذوي الاحتياجات وتكرم الجيران. أنت هذه الدولة، أنت جزء منها، أنت خليفة الله في الأرض، موجود في حي من الأحياء. اصلحوا، راجع أسماء الأيتام والفقراء والضعفاء والمساكين وروح لهم وسلم عليهم واكرمهم، وكن لهم مصدر من مصادر السعادة والإسعاد والعمل على إحياء الأمل في حياتهم. وإلا هنكون عكسنا الآية، هنبقى محمد رسول الله والذين معه رحماء على الكفار أشداء بينهم، هنبقى عكسنا مراد الله من معيتنا لحضرة النبي. كيف تنتصر الأمم؟ تنتصر الأمم إزاي؟ معية حضرة النبي هي القاعدة التي لابد أن ينبني عليها المثلث. محمد رسول الله، محمد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، كده المثلث كامل. أي ضلع معكوس تنتكس أحوال الأمة. أيها الناس أطعموا الطعام. طب وفي إطعام الطعام إيه؟ سورة إطعام الطعام ذكر في أجمل سورة في القرآن، من كل سور القرآن جميلة طبعا، في سورة سماها ربنا الإنسان، لنفهم أن الإنسانية دين، أن إكرام الناس إنسانية، والإنسانية من كمالات الدين الإسلامي. أيها الناس أطعموا الطعام، أفشوا السلام، الجاي بقى صلوا الأرحام. دي كلها مقومات بناء دولة، مقومات حب الوطن. لا ينبني، لا مظهر من مظاهر البناء والحضارة